السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في الحلقه الخامسه ديال السلسله ديال العمل على الانترنت اللي هي كنهضروا فيها على التجاره الالكترونيه لي كوميرس اللي هي واكلوا فيها الفلوس. الناس خدامين، ما نكذبوش، الناس خدامين كيضربوا الفلوس في هذا الخير هذا وكيعانوا فيهم الناس وكيعانوا فيهم راسهم. وشحال من واحد كان بيطالي ولا خدام في التجاره الالكترونيه، شحال من واحد خدام ومازال كيزيد يخدم مع التجاره الالكترونيه، خلى كاع الخدمه تاعو ومشى مع التجاره الالكترونيه. دونك هاد السلسله هادي راها مفيده بزاف، كل حاجه كنناقشوها فقط اللي متبع معايا الاخوان يحاول يحتس الورقه. راه هادشي حنا دابا كنديرو فينيسيون، كل حلقه كنهضروا على واحد الحاجه وكنفينيوها مزيان، كنحيدوا فيها جميع الضبابيه وداكشي، فقط انت كيبقى خصك غير ديك البدايه. دونك هادي الحلقه الخامسه غادي نهضروا على لي كونت ديال لي سوشيال ميديا. غادي نفتحوا كونت في لي سوشيال ميديا. دونك في الفيديو الاول هضرنا على الفكره اون جينيرال، الفيديو الثاني هضرنا على ليزابليكاسيون اللي غادي يخصونا، الفيديو الثالث هضرنا على السميه واللوغو، الفيديو الرابع هضرنا على الكرياسيون تاع اللوغو والكرياسيون ديال السميه. دونك هذا الفيديو الخامس غادي كاين اللي غادي يبدا معايا هادشي كنقول طبقوا، وكاين اللي مازال ما طبق. الاخوان اللي طبقوا هادشي اللي قلت مزيان غادي تكملوا معايا، اللي مازال ما طبق يكمل معايا من بعد حتى يبغي يبدا ويعاود يمشي معايا من الاول حتى الاخر. دابا غادي نهضروا على الكرياسيون ديال لي كونت في السوشيال ميديا. اول حاجه كنقاد جيميل ايميل بروفيسيونيل. باش كنقادو بهذا الاسم هادشي باش نكونوا يعني عمليين وباش تفهموا انتم البلان كيفاش داير، راه انا غادي معكم دقه دقه. ما سبقتش انا كرياسيون تاع لي كونت على اللوغو ولا السميه. علاش سبقنا اللوغو والسميه من بعد الكرياسيون تاع لي كونت؟ باش هاد اللوغو هاد السميه هادي هي اللي غادي نحطو في الايميل واللي غادي نكريو بها لي كونت ديالنا. صامارش. المهم دابا ملي حطينا الاسم وحطينا اللوغو، هذاك الاسم غادي نحاولو وهو اللي نبقاو نحطو يعني في لي ريزو سوسيو. اول حاجه غادي نبداو نكريو ايميل. دونك غادي واحد الايميل يكون فيه هاد الاسم هذا. قبلوني انا مزيان، ما قبلوش غادي نزيدو لي شي حاجه اللي سهله، خاص يكون سهل. بلا ما قال لك عطيني ايميل ديالي قول لي دير اف اف بي 2023 صافي باينه، دير اف اف بي اروباس جيميل بوان كوم. المهم داكشي راه باين وسهل، واحد تشوف وحده راه كيعقل على الايميل ديالك. هادشي بغينا نوصلو. ملي كدير الايميل كتقادو كدير ليه اللوغو في الصوره كوفيرتور ديال جوجل ولا ديال فيسبوك ولا ديال الانستغرام ولا ديال اي كوفر كوفيرتور، راه كتقادو في كانفا. دوك لي زابليكاسيون راه دابا راه خدامين بهم، قادين بهم لي لوغو، قادين بهم السميه، دابا تقاد بهم لي كوفيرتور. صامارش. كوفيرتور قادو دير فيه اللوغو السميه شي حاجه بروفيسيونيل داكشي وحده. بالنسبه للايميل ملي كنقادو تيكون معاه جيميل بروفيسيونيل، جيميل باش نقاد لي بواط جيميل. فاش كنتوصل بلي بواط ايميل من بعد كنقاد كونت فيسبوك وكندير ليه تاكيد الهويه قبل ما ندير والو. تاكيد الهويه كتصور فوتوكوبي لاكارت ريكتو فيرسو كتصيفطو ليهم مع الصوره، كتلقى الصوره كيطلبوها وكدير تاكيد الهويه. من بعد كتفتح باج فيسبوك مزيان من هاد الفيسبوك بوحدو صامارش. تيك توك بالنسبه للانستغرام ماشي معكم بالترتيب، بالنسبه للانستغرام غادي تفتح حتى هو بكونت، دير كونت ما تليش مع فيسبوك ديريكت، دير ليه كونت ديالو بوحدو باش مثلا لا يوقع شي مشكل في فيسبوك ولا شي حاجه شكون بيخدموا فيه، لا يوقع فيه شي مشكل شي حاجه يمشي شي حتى الانستغرام، ندير كونت تاع الانستغرام بوحدو نقادو حتى هو الكوفيرتو ديالو مسائل كلشي. كونت تيك توك حتى هو نقادو نازيرو، مابقاش نليه مع فيسبوك ولا صندوق مزيان. بالنسبه للكونت جيميل راه مليه مع اليوتيوب، اليوتيوب يتحل اوتوماتيكمون، فقط دير واحد لاشين تاع كلشي وقاد في المسائل. صامارش. نمرة التليفون ادي لي كونترا، نمرة التليفون دير ليها كونترا، خد اي نمرة تليفون دير اي شركة بغيتي غير تمشي للاجونس ودير لها كونترا باش ما يحيدوهاش لك، ماشي بالضروره دير لابونمون، دير لها غير كونترا، سجلها بلاكارت تاعك وكلشي وهي باش تفتح الحسابات ديالك. باش نهار مثلا لانه دابا كتشري دوك نوامر مثلا رخاص في السوق وداك الشيء، راه اي واحد ممكن يديه لك،
جا شي واحد يعطي لاكارت ولا شي حاجه يقول لهم هذه النمره بغيتها يعطيها لك، ما مسجل على حتى واحد يعطيها لك، ما كاينش اشكال، هادشي راه عارفينو الناس. دونك غادي يعني نقادو هاد لي كونط كاملين. من بعد شنو غادي ندير؟ مازال ما دير والو، غادي نحاول بالنسبه للفيسبوك نبغي على الفيسبوك نتانتيغرا في لي جروب ديال الفيسبوك اللي فيه 300K اللي كاينين في المدينه ديالي. ما نبعدش لانه بيبدا في السونتر ديالي، بيبدا في المدينه ديالي، ما نبعدش صامارش. مثلا ساكن انا في اكادير، ندير بيع وشري اكادير اللي فيه 300K 100,000 متابع ولا 100,000 واحد مانتيغري في هذا الجروب هذا، ندخل نتانتيغرا فيه ونشوف الجروبات المفتوحه. جروب يكون مفتوح ما يكونش مغلق صامارش. ديال الخطوه هذه باش نجد المسائل ديالي. دونك هادشي فيما يتعلق لي ريزو سوسيو. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله ونكملوا السلسله ديالنا. تحياتي لكم.